صار ديرنيير مو تظاهرة فنية في المرسلة هنا، فهمتي كيفاش؟ أنا تظاهرة فنية عاملينها في بعضهم، جد فما جريدة تونسية خرجت الأخبار تظاهرة فنية في المرسلة تحط على الشذوذ الجنسي، فهمتي كيفاش؟ المرسلة اللي نسكن فيها أنا والناس كلنا اللي نسكن في المرسلة، كل سوا يمينيين ولا يساريين هذاك ما يهمش، فهمتي كيفاش؟ ناس معديين هذاك كل ما يهمش، احنا هنا جينا كلنا خاطر المرسلة هنا، شوفوا السير رئيس البلدية جينا لهنا شوف أنا تبعنا الحكاية شناهي؟ شكون المسؤول على الجريدة هذه؟ شكون رئيس التحرير وشناهي حاب يعمل بالضبط في المرسلة؟ بالنسبه للفخ اللي حابونا نتيعوا فيه باش ندخلوا في بعضنا الناس الكل كنتر بعضنا كل ما شيء بحاول الله رانا جينا لهنا رانا كارين وفاهمين الدين ونقبلوا الراي نقبلوا راينا كيما نقبلوا راي غيرنا وكل ما شيء حكينا مع بعضنا وكل ما شيء واحد فهمنا مع رئيس البلديه وخرجنا وكاو هذيك هي الحكايه اللي صارت الكل معنا فاهم وانا وشات صغيره وكل ما شيء زي نورمال تصير في اي بلاصه في العالم ما حد شيء معنا كنا ولاد المرسل هنا وتفضلت الحكايه وبحاول الله